عندك مشكلة في نطق حرف البي، لازم تصححها بهذا التمرين البسيط. كثيرين من الطلاب ينطقون هذه الكلمات بلانت، باور، بيبل، وهذا كله غير صحيح. شلون نصححها؟ جيب ورقة وقول هذه الكلمات. شوف الحين لما نقولها بلانت، طالع بلانت، ما تحركت الورقة، بس لما أقول بلانت، باور، بيبل، شنو معناته؟ فيكون كأنك تنفخ. ف هالشكل جد، مو استعباط. فجرب الحين قول plant power people، شد يعني في البداية power people plant، حتى تكون سلسة وعادية. فأنا الحين بنطقها بشكل سلس وعادي، plant power people، بهذه البساطة plant power people. جرب قول plant power people. إذا لاحظت نفسك تقول plant، مثلا تقول plant power people هالشكل، ترد على الباء، رد كرر كرارا ومرارا وبالتوفيق.